السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما نشوف اليوم راح ناخذ أكلة جديدة من بنغلاديش وكمان موجودة كمان في الهند، اسمها مقلي براتا. خلنا نشوف المكونات. مثل ما تشوفون عندنا هنا مجموعة من الخضار راح نستخدمها في هذه الطبخة. هذه الطبخة تعتمد على شوية خضار وممكن دجاج ولحم وجبن حسب المفضل، كمان بيض. مثل ما نشوف عندنا هنا المكونات، اولا اخذت بصله وفرمتها بمحضره الطعام، وايضا اخذت تقريبا حبه ثوم، مو حبه يعني الحبه كامله اللي فيها فصوص، وفرمتها كمان في محضره الطعام. ايضا اخذت كميه من الجزر وفرمتها ايضا في محضره. وهنا مثل ما نشوف عندنا الفلفل الحار وايضا البصل الاخضر. مثل ما تشوفون الفلفل الحار أنا كنت مفرزته بطريقة خاصة، راح أوريكم فيديوهات قادمة. في عندنا هنا ثلاث مكونات مختلفة، ليش؟ لأن الخضار ممكن راح أقسمها ثلاث أقسام ممكن أستخدم معاها. عندنا أول شيء اللي هو الجبن المبشور، أي نوع جبنة أنت تحبيه أو تفضليه. وكمان استخدمت الدجاج أو صدور دجاج فرمتها كمان في محضرة الطعام، وأيضا ممكن أستخدم خلطة ثالثة اللي هي البيض. يعني راح نسوي ثلاث أشكال من نفس العجينة أو من نفس خلطة الخضار. أوكي، خلونا نشوف كيف راح نسوي. أولا نأخذ القلاية أو نحط فيها زيت، نخليه حار شوية، بعدها راحين نضيف عليه البصل مثل ما تشوفون هنا. أنا أضفنا البصل وراحين نقليه إلين يذبل، بس إلين يذبل يتحمر على خفيف، ما راح نكرمله مثل كل مرة. أوكي، مثل ما تشوفون هنا قاعدين نحمر أو قاعدين نقلب البصل عشان يذبل معانا. هنا راحين نضيف الفلفل الحار. طبعا هذا الفلفل الحار جتني كمية كبيرة من الفلفل الحار، ففرزته بالفريزر، قطعته بالقطاعة وحطيت شوية زيت عليه مع ملح، وحطيته في علب وحطيته في الفريزر. كل مرة أنزل علبة وحطها في الثلاجة وأستخدم الكمية اللي أبغاها، وهكذا. بعد ذلك كمان راح نضيف الثوم اللي كنا مجهزينه من أول، نحطه مع الفلفل الحار. ما يحتاج أقول لكم الريحة تجنن، الفلفل الحار مع الثوم. بعد ذلك راحين نضيف الجزر ونقلبه مع المكونات السابقة. بعد ما أضفنا الجزر راحين نضيف الحين البصل الأخضر ونقلبه كمان. طبعا الحين ما باقي إلا البهارات والثوم، عفوا الملح. طبعا بهارات الهندية، ممكن تسوي أي بهار أنت يعجبك، اللي هي بهارات الكاري والمسالة. هذا عندنا كمون مثل ما تشوفون، حطينا ملعقة، مو ملعقة يعني تقريبا نص ملعقة شاي كمون، كمان نص ملعقة شاي بهارات مشكلة، وكمان شوية فلفل أسود يعني ربع ملعقة فلفل أسود، ما نكثر عشان ما يتغطى طعمه، لأن فلفل أسود يكون طعمه أو نكهته قوية. وقرم مسالة، هذه بهارات الهندية، قرم مسالة نقدر نلاقيها في السوبر ماركت وزي كذا، وإذا ما حصلتوها في لها طريقة تسويها في البيت إن شاء الله في فيديوهات قادمة إذا حابين أسوي لكم. ونحط ملح حسب الرغبة، يعني تكون القرم مسالة مجموعة من الأشياء الموجودة في البيت نطحنها ونسويها. خلاص كذا نقلب المكونات، أو عفوا بعد ما ذبل شفتوا أخذت كمية وحطيتها في صحن، قسمتها ثلاث أقسام. بعدها أضفت عندنا صدور الدجاج، قسمتها الخضار ثلاث أقسام، قسم حطيت معه صدور الدجاج، والقسم الثاني بحط فيه أشياء ثانية. هنا راح نقلب صدور الدجاج كويس علشان تستوي، بعد ما تستوي راح نحطها على جنب نستخدمها في الحشوة حقت البراتا. هذه أول حشوة عندنا صارت جاهزة.
بعد ذلك الكمية الثانية من الخضار اللي كنا حاطينها على جنب نحطها في قدر، نرجعها في القدر علشان نسوي الحشوة الثانية. عندنا هنا حطينا الخضار اللي سويناها من أول، طبعا الكميات بسيطة لأنه بس ليوم واحد. بعد ذلك رايحين نضيف المكون الثاني عندنا اللي هو البيض، هذه حشوة البيض وبس، وراحين نقلب البيض مع الخضار إلين كمان يستوي زيه زي الدجاج. هنا عندنا الثلاث حشوات صارت جاهزة، اللي هي حشوة الدجاج وحشوة البيض. نقلب طبعاً الحشوة الثالثة اللي هي خضار مع الجبن. الجبن راح نخلطه الحين مع الخضار. الحين راح نشوف كيف راح نسوي عجينة حسب الكمية اللي احنا نحبها. نحب أول شيء راح ناخذ كوبين من الدقيق. هنا أنا استخدمت جبن موزاريلا. تحبين تسوين فيها يعني؟ طبعاً لو يكون جبن شدر الكمية طعمه أحلى، بس تكون نفس الكمية. كاستين من الدقيق، وراح نضيف عليها ملح. عجينة جدا سهلة، ما تحتاج دقيق وملح وماء بس. راح نضيف لها الماء وراح نعجنها كويس ونخليها ترتاح. خلونا نشوف. هنا العجينة صارت جاهزة، راح نغطيها ونخليها ترتاح مدة ربع ساعة. هنا جهزنا المكان اللي راح نفرد فيه العجينة. راح ناخد جزء بسيط من العجينة، طبعا الجزء اللي تبغيه صغير كبير هذا الشيء راجع لك. راح ناخذ قطعة من العجينة، اول شيء حط في يدي زيت عشان ما يلزق علي العجينة على يدي، واخذ العجينة وراح افردها بالفرادة حقت العجين. هنا راح احط اول حشوة عندنا اللي هي الدجاج في نص العجينة. راح احط الكمية اللي انا احبها. بعد كذا عندنا راح اطبق العجينة على الحشوة مثل ما تشوفون في الفيديو، بهذه الطريقة من جميع الجهات، من الجهات الاربع. بعد كذا راح اسوي شوية زيت على وجه العجينة او على الفرادة، بعدين احاول اني انا افرد العجينة زيادة.
من جميع الجهات كمان أفردها عشان ما تكون عندي ثقيلة العجينة وتستوي بشكل أسرع. كذا أكون خلص أول عجينة أو أول قطعة عندي، وهذه هي. وبكذا أسوي جميع القطع بهذه الطريقة. راح أخذ صحن وأحط عليه دقيقة عشان ما تلزق العجينة فيه. كل قطعة سويتها راح أسويها هنا في هذا الصحن وأجمعهم مع بعض لين ما أخلص كل العجائن أو كل القطع. أوكي، وبنفس طريقة الدجاج راح أسوي الكل، البيض والجبن بنفس الطريقة. أفرد العجينة وأحط الحشوة في النص وأطبقها لبعض وأفردها مرة ثانية، وهكذا إلين ما أخلص كل العجين الموجود عندي. هنا جهزنا الزيت. طبعا الزيت انا حبيت اني اسوي زيت خفيف. ممكن تسوون زيت مثل اللي نقلي فيه السمبوسه والبطاطس المقليه اكثر ممكن، لكن انا حطيت زيت ومو كميه مره قليله، يعني شويه اكثر شويه، بس ما هي نفس لما يغمر العجينه كامل، لا لازم يكون الزيت حار جدا. وبعدين نحط فيه الفطيره او المونغوليا براتا، نحطه وأول ما أحط العجينة أخفض النار عشان يستوي عندنا، وأستناه يتحمر من تحت. لما يتحمر من تحت راح أقلبه للجهة الثانية وراح نشوف خلال الفيديو. ولما يتحمر هنا تحمر عندي الجهة هذه، وقلبتها على الجهة الثانية عشان يتحمر كمان من تحت. طبعا راح يستوي بسهولة لأن العجينة شوي خفيفة وإحنا فردناها كمان زيادة بعد الحشوة. وكذا نسوي كل القطع قطعة ورا قطعة، نحمرها من الجهتين ونطلعهم واحدة ورا الثانية. Yeah.
وبكذا نكون خلصنا كل القطع، وهذه وصفة سهلة ولذيذة ممكن نستخدمها كمان في رمضان. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. ومثل ما تشوفون الكمية اللي وريتكم من كاستين دقيق طلعت لنا هذه الكمية كلها الحين، اللي هي 1 2 3 هذه هي من جوا 4 5 تقريبا، طعمها قريب من طعم يعني 6 قطع بس حلو تقريبا قطعه بحجم كف اليد نقدر نقول. اتمنى يا رب اتمنى يا رب عجبكم الفيديو وجربوها، وراح ولا تنسون تشتركون في القناه وتفعلون زر التنبيهات، نشوف نقسم التقدير لتعبي ومجهودي عندنا كيف، ونلتقي في فيديو قادم. باي باي.